هذا واحد المثال ديال واحد الصفحه اللي غادي نستعملوا فيه الفوتو في جوج ديال البلايص. هاد الصفحه شنو هي؟ هي واحد الديتاي ديال واحد المقال، دونك ديتاي ارتيكل. فين غادي نستعملوا الفوتو؟ غادي نستعملوها في جوج ديال البلايص. اولا غادي نستعملوا الفوتو في التحت ديال هذاك الارتيكل، بوتم ديال الارتيكل ديال المقال، في التحت ديال المقال. اشنو هما لي زيليمون اللي غادي يكونوا وسط من هاد الفوتو؟ تاريخ امتى بوبليي هذاك الارتيكل. الحاله رقم 2 غادي نستعملوا فيها الفوتو في التحت ديال اش، تحت ديال لاباج. دونك غندير فوتر بارام بيج. شنو هو نوع لي زيليمون اللي غيكون فيها؟ اولا غيكونوا فيها هذوك لي ليان اللي هما ديال لاباج القانونيه، نسميهم ليغال لينكس. الحاله رقم 2 هي حقوق النشر، غنسميوها كوبي رايت. دونك جوج ديال لي فوتر نبداوهم بلي ليمون بلي ليمون. شنو قلنا؟ نقسموا هادشي في لي كومونتير. دونك غنحطوا واحد المقال، هاد المقال اللي بغينا نحطو اوتوماتيكمون كاينه واحد الطاغ اللي هي خاصه وسيمانتيك اللي صحيحه هي ارتيكل. هاد الارتيكل غيكون فيه واحد الهيدينغ تيتر اللي هو برينسيبال، عنوان رئيسي، غنشكلوه بالاتش 1 نقولوا مثلا هيلو وورد. وهاد الارتيكل شنو فيه؟ فيه كونتنت، هاد المحتوى ديالو اللي هو خاص كونتنت. غندير واحد الباراغراف اورم، ومن بعد هاد الارتيكل في حد ذاته غنستعملوا فيه هذيك الفوتشر اللي قلنا عليها. غيكونوا فيه واحد المجموعه ديال لي زيليمون. اشنو هما لي زيليمون اللي قلنا غادي يكونوا وسط من هاد الفوتشر؟ دونك نشكل بعدا لي موديل اللي هو فوتشر. قلنا غادي تكون فيه ديت، تاريخ، ديت اوف ذا بابليكيشن، امتى تبوبليا هاد الارتيكل. دونك غنخدم بواحد الباراغراف في الوسط ونخدم بالتايم وديت تايم. هنا غنحدد لا دات امتى تكتب. دونك غندير مثلا 2020 4 days ago، امتى تكتب هاد الارتيكل. الحالة الاولى يعني حطينا هاد الفوتر في التحت ديال واحد الارتيكل ودرنا فيها ديت، يعني تاريخ امتى تكتب هاد الارتيكل. افترضوا بان هادي هي صفحة رئيسية، وغادي نكونو استعملنا فوتر بالنسبة لهاد الارتيكل الثاني وفوتر بالنسبة لهاد الارتيكل الاول. نمشيو للفوتر اللي غادي تكون في التحت ديال لاباج. دونك غادي نخرج من هاد الارتيكل كاع وغادي نكتب الفوتر ديالي هنايا، فوتر the bottom of the page. دونك غتكون في التحت ديال لاباج. اشنو قلنا غادي يكون فيها؟ جوج ديال لي زيليمون. الاول واحد ليغال لينكس، الليان اللي هي قانونيه، وثاني حاجه غادي تكون الكوبي رايت. نمشيو بلي ليمون بلي ليمون، غندير واحد الديفيجن فيهم بجوج، دونك ديف الاولى وديف الثانيه. ديف هنا غندير فيها واحد الانوردر ليست وفيها ثلاثه ديال الليان. مثلا غادي نديرو تايم اوف سيرفيسز، الهوم، وكونتاكت اس. دونك غندير نزيد واحد الاي هنا، دير تايمز 3 وندير واحد الاي باش يكبر لي هاد الانوردرد ليست. ما كاين حتى شي باج، دونك غندير غير هاد الهاشتاغ هنايا هوم. ثاني ليان قلنا تيرمز اند ولا تيرمز اوف سيرفيسز، وهنا غنديرو كونتاكت اس باش يكونتاكتي. دونك هادو بحال قلتي غير واحد ليان اللي هما ليغال، اون ميم طون كيعطوني غير واحد الفكره على الكومباني، على الشركه الا بغينا نكونتاكتيو. هاي هاد ليان هنايا بالضبط. في الاخر هنايا الكوبي رايت، نزيد الكوبي رايت وصلنا واحد الباراغراف، وغندير التكست الاول هو كوبي رايت. بالنسبه لهذاك الرمز ديال الكوبي رايت غادي نخدم بواحد الاتش تي ام ال اندي اللي هي كوبي، اي غادي نزيد العام 2020 عربوي مهدي. عندي هنا واحد المجموعه ديال لي زارتيكل، هذا هو الارتيكل الاول وهذا هو الارتيكل الثاني. دونك عندي جوج ديال لي زارتيكل. فين تستعمل هاشتاغ فوتشر؟ استعملات هنايا تاغ فوتشر، استعملات باش حطينا فيها هاد لا دات. والحالة رقم 2 قلنا استعملات الفوتشر باش حطينا فيها هاد المجموعة ديال لي ليان، هادو اللي هما ليغال ليغال لينكس، وهنايا حطينا الكوبي رايت ديالنا.